سؤال غريب يا فضيلة الشيخ، وهو كيف أعلم أن حجتي تقبلها الله؟ ليس غريبا، بل سؤال يجب على كل حاج أن يسأله لنفسه وأن يطرحه على نفسه وأن يعلم هل تقبل الله منه الحج أم لا. وأنا أقول ربما يكون جوابي أنا أغرب إن قلت لك بكل أسف ربما لا يسأل كثير من الناس نفسه هل قبل الله من الحج أم لا، وهل أحرم قلبي كما أحرم بدني. غريبة شوي، هو القلب له إحرام؟ أيوة، في محظورات للإحرام، لما تلبس الإحرام في محظورات للإحرام على البدن، ممنوع تضع ملاصقا، وممنوع تقص الشعر، وممنوع تضع الطيب، وممنوع تقص الأظافر، وممنوع تقترب من الزوجة، ولا دواعي الجماع، ولا الجماع، ولا الخطبة، ولا الصيد، ولا في محظورات للبدن. كذلك يا أخي أنا ما بقولش إن في محظورات للقلب، النبي قال في محظورات للقلب، لا، في إحرام للقلب كمان. يجب عليك أن تبحث عن قلبك، هل أحرم؟ هل طهرت قلبك من الشرك، من الشك، من الغل، من الحقد، من الحسد، من الضغينة، من الباطل، من الفجور، من الهوى؟ هل أحرم القلب لله؟ هل استشعر القلب عظمة هذه الشعائر وقدر هذا النسك الذي تلبس به البدن؟ أم أن البدن يؤدي حركاته خلاص؟ هل بالفعل بعد الحج أصبح إنسانا آخر يختلف تماما عن الإنسان الذي كان قبل الحج؟ أم أنني عدت إلى ما كنت عليه قبل الحج من تضيع للصلوات وأكل للحرام ومشاهدة المباريات وللأفلام وللأغاني الفاضحة وللأفلام الماجنة وللمجلات العارية؟ أعود إلى النصب وإلى الدجل وإلى الكذب، أم أعود إلى الصدق وأعود إلى الصلاة وأعود إلى التوحيد وأعود إلى السنة وأعود إلى قيام الليل وأعود إلى الآخرة لأغرس وأنا في الدنيا للآخرة؟ هذه علامات القبول يا أخي، هذه علامات القبول، أن أصبح إنسانا آخر يختلف تماما عن الإنسان الذي كان قبل أن يسافر إلى بيت الله الحرام. مش بمجرد مخلع ملابس الإحرام هناك أرجع إلى ما كنت عليه من سوء الخلق. هذا فليفتش الإنسان فعلا في حجه هل قبل أم لا. علامات القبول أن تنتقل من طاعة إلى طاعة، أن تصبح إنسانا آخر، أن يطهر قلبك وأن يطهر بدنك وأن يعف لسانك وأن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد. لا يمكن على الإطلاق أن يكون يوم الصائم كيوم فطره، ولا يمكن على الإطلاق أن يكون الحاج بعد حجه لبيت الحرام كحاله قبل حجه لبيت الله الحرام، لا. وإلا فليبحث كل حاج عن حقيقة حجه، هل ذهب لله أم ذهب للنزهة أم ذهب للسياحة أم ذهب ليشتري هذا اللقب؟ الحاج فلان ذهب، الحاج فلان أتى. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول.